دوليا. لنا شرف أن نكون ممثلين بحكمين، بحكمين اللي غادي يشاركوا في واحد التظاهرة دولية كأس العالم لأقل من 20 سنة بأندونيسيا. وهاد الدولة ديال أندونيسيا دولة جميلة، وغيمشوا لها جوج الحكام غادي يشرفوا المملكة المغربية. زكريا البرنسي تم اختياره ضمن هؤلاء الحكام، حكم اللي بصم على مسار جيد، حكم يشهد، حكم يتكلم أكثر من ثلاثة لغات. نتمنى له التوفيق في مساره على الصعيد الدولي. بالتوفيق لزكريا البرنسي. لن يكون وحده زكريا البرنسي في غرفة الفار، سوف يكون الحكم الدولي الشاب حمزة الفارق في أول تجربة له بعدما تم الاستدعاء ديالو للسيمينار ديال النخبة ألف لإفريقيا الحكام ليقودوا دور الربع. ها هو الآن سوف يكون بأندونيسيا وسوف يمثل راية المملكة المغربية في نهائيات كأس العالم لأقل من 20 سنة المنظمة بأندونيسيا. بالتوفيق للحكم زكريا البرنسي، لحمزة الفارق، ومستقبلا نعطيكم اللوائح ونعطيكم كل قارة شحال من حكم مشى، شكون هما حكام الساحة، شكون هما المساعدين، شكون هما حكام الفار. في غياب دولة تونس ما مشارك حتى شي حكم، لكن المنتخب ديالهم مشارك في هذه التظاهرة.